بعد ما تابعنا لقطات حصريه من كواليس العمل الجديد على قناه دجله راح تتابعوا ان شاء الله كل يوم خميس. راح ننتقل الان الى باقي فقرات حلقتنا. راح نتحدث اليوم عن انجاز طبي فريد من نوعه، انجاز قام به الدكتور حسام ناصر في الاردن. راح نتابع هذا الانجاز شويه، يمكن هو اجراء عمليه جراحيه نادره وفريده نوعها على مستوى العالم والتاريخ الطبي في مستشفى السلطة الجديد لمريض يعاني من التهاب المرارة، وهو أيضا مصاب طبعا بمتلازمة كارتا جينر، والعملية اللي تحمل رقم 93 في تاريخ جراحة المنظار. تم تشخيص المريض فيها كحالة التهاب حاد في المرارة، بالإضافة طبعا إلى وجود انقلاب أحشاء واللي هو أحد خصائص هذه المتلازمة اللي يصاب فيها شخص من بين 32 ألف شخص، إلا أن الكادر الطبي قام بإخضاع المريض لعملية استئصال المرارة العاجل بالمنظار. بحسب الدراسات تم الإبلاغ عن 7 أشخاص يعانون من هذه المتلازمة اللي هي مصاحبة مع التهاب المرارة، ويتم توثيق التهاب المرارة الحاد اللي يظهر داخل ثالوث هذه المتلازمة مع 92 حالة للتنظير البطني واللي تم استئصال المرارة فيها منذ عام 1991. استئصال المرارة في المرضى اللي يعانون من هذه الحالة الطبية الفريدة يتطلب خبرة تنظيرية متقدمة جدا بسبب وضعية الأحشاء المقلوبة والمضاعفات المتوقعة المصاحبة لهذه العملية. فطبعا أدخل المريض كحالة إسعافية من طوارئ مستشفى السلط بعد التشخيص كحالة التهاب حاد في المرارة بالرغم من وجود الألم في غير مكان المعتاد، وذلك لوجود انقلاب أحشاء كامل لدى المريض. الفريق الطبي قام بقلب ترتيب غرفة العمليات بشكل استثنائي ومعاكس، وتم إجراء العملية من قبل الجراح بالشكل المناقض، وتكلت العملية ولله الحمد بالنجاح المنشود. لذلك اليوم راح يكون ويانا الدكتور حسام ناصر وهو أخصائي جراحة عامة واللي قام بهذه العملية. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، شكرا لكم على استضافتك. اهلا وسهلا بك دكتور، يعني سعيدين لوجودك ويانا اليوم وجدا متحمسين انه نعرف تفاصيل هذا الموضوع، نعرف تفاصيل هذه الحالة بالذات. هلا اول شيء هي كارتا جينر سيندروم، هي حالة نادرة جدا زي ما تفضلتي قبل شوي. من تقريبا كل 32 ألف بني آدم بنولد واحد فقط عنده كارتا جينر سيندروم. هلأ أكم واحد في الأردن لو بدنا نقيس على 10 مليون كم واحد عنده كارتا جينر سيندروم، بنقيس على 300 واحد تقريبا. واو، بدولة كاملة. في دولة كاملة. وإذا بدك تقيسي بزيادة أكم واحد بيجي بالتهاب مرارة، فإحنا هلأ عندنا واحد. فإذا بنقيس على التاريخ الطبي عندنا 7 مسجلين من التهاب المرارة لمريض عنده كارتا جينر سيندروم. هلأ كل الناس بتسأل أنه شو هالكارتا جينر سيندروم، شو هالحالة هاي النادرة اللي إجتكم يعني وقاعدين تحكوا عنها. كارتا جينر سيندروم هي ثالوث، هي عبارة عن التهاب في الجيوب، التهاب في القصبات الهوائية، وانقلاب الأحشاء، انقلاب الأحشاء بالكامل. دقيقة، هاي قد أفتهمها أني شو يعني انقلاب الأحشاء؟ هلأ القلب بالعادة على الشمال، أي عنده هو على اليمين. أوكي. المرارة بالعادة على اليمين عنده هو على الشمال. الزايدة بالعادة على اليمين هو عنده على الشمال. كل الأحشاء بالمكان المعاكس تماما لإلها. هلأ شو اللي بيميز هاي الحالة؟ أنه بالإضافة لكل هالتفاصيل هاي أنه إجي كمان بالتهاب مرارة، وهاي صعبة جدا لأنه بالعادة هم مرضى الكارتا جينر سيندروم بيعيش حياته طبيعي بالتهابات مزمنة، يعني باخذ أدوية عشانها، بس بالمقابل كحالة أنه تيجي فيها التهاب للمرارة بتشكل لنا إحنا صعوبة. والصعوبة هي بتكمن أنك تشخصه من الأساس، أنه أنت تعرف أنه عنده انقلاب في الأحشاء ومريض جاي عنده مشكلة في الجهة الشمال بدل ما هي تكون باليمين. ولما تيجي تشخص بتلاقي كل الأحشاء بغير موضعها الطبيعي. غريب الموضوع، سبحان الله. ممكن أنه زاد هذا المريض الصعوبة شوي بأنه هو واحد من 10% النادرين اللي هو الشغل الوحيدة اللي مش مقلوبة فيه هو الأعصاب، لأنه إجانا كمان بوجع اليمين، فهو كمان عنده وجع اليمين ووجع الشمال وانقلاب أحشاء بالكامل والتهاب بالمرارة، وهلأ صار بحاجة لعملية. وهاي قديش هاي هاي الدنيا فاتت ببعض. طب دكتور، هاي متلازمة الكارتا جينر، هل المريض كان على علم أنه هو عنده هذا الانقلاب بالأحشاء؟ عنده علم من صغره انه هو عنده التهاب الاحشاء، انقلاب الاحشاء، بس في سن متقدم شوي تشخص بانه عنده كارتا جينر بسبب الالتهابات المزمنه للقصبات الهوائيه والجيوب الانفيه. طيب جتكم الحاله هي حاله اسعاف، دخلتوها العمليات، شلون انقلبت الغرفه؟
هي المشكلة في انقلاب الغرفة، يعني احنا الجراحين نقعد بحدود 5 سنين قبل ما نتدرب على كيف انه نشتغل عمليات المنظار. هاي صعبة، صعبة جدا. ليش؟ لانه احنا بنتعامل في دقة ومساحات ضيقة جدا. جدا صح. وانا نتعامل في المنظار في عملية نادرة جدا بهالصيغة هاي، صعب كثير. انا عجبني تشبيه امبارح صراحة سمعته من شخص بيحكوا لي كانك انت معتاد تحط الجلاس او الكاس عندك في المطبخ في الخزانة هاي، ويوم من الايام تيجي وتلاقيها في الشمال، بس انت مش معتاد على هالحكي هذا. وانت مش قاعد في مطبخ، انت قاعد تتعامل مع بني ادم، او بني ادم تحكي له انه سوق السياره في بريطانيا، انه يمينك شمال شمالك يمين. فبيوم وليله بدك تقلب كل غرفه العمليات باكملها، كل اللي على اليمين على الشمال وعلى الشمال على اليمين. واحنا بنقعد احيانا اشهر واحنا نحضر تحضيرات العمليات الغرف اساسا تكون في السيتنج اللي هي موجوده عليه. وبالمقابل انت كجراح لازم تقلب ايديك، انت يمينك شمال وشمالك يمين صارت. اعتقد انها تكون الصعوبة. هلا هي الصعوبة. هلا من حظي ومن حظ المريض الحمد لله انه انا امبيدكستر، انه انا بشتغل في الايدتين، انا من حلو. من صغري بكتب في الشمال بكتب في اليمين، ما عندي مشكلة الحمد فيها. هاي من حزن حظ المريض صراحة. حزن حظي. فهاي كانت من الشغلات اللي ساعدتنا في العملية، وساعدتنا لاجل انه احنا العملية كانت محكومة في الوقت. هلا في عنا انقلاب احشاء، وفي مرضى بنشغلوا في الاردن وفي خارج الاردن لعمليات انقلاب احشاء، وتحديدا هم من هلا صاروا 94 حاله. بس بالمقابل كم مريض عنده متلازمه كارتيجنر، في واحد مسجل بشكل رسمي وخمسة بشكل غير رسمي، وهذا يضاف لرقم سادس او سابع واحد في العالم في التاريخ كلياته. هلا شو اثر هذا علينا؟ كارتيجنر سيندروم لما يكون في عنا التهاب مزمن في القصبات الهوائيه بحكم علينا انه ما نقدر نطول في العمليه. اطاله العمليه بتاثر على البنج، بتاثر على التنفس. احنا بنضخ غاز ثاني اكسيد الكربون داخل البطن عشان نعمل غرفه عشان نقدر نشتغل فيها داخل البطن. هذا ثاني اكسيد الكربون لازم يطلع من الجسم، بيطلع عن طريق بالعاده القصبات الهوائيه وتخزينه في العظم. بس انه الشكل العام انه لازم نستعجل في العمليه، وما عندنا الوقت اللي نشتغل فيه. واحنا عندنا يوم وليلة لازم تقلب كل إشي، يعني بيمينك وشمالك وشمالك يمينك. بالإضافة للكادر الطبي هو طبعاً. برضو كمان مو معتاد على الوضعية هاي. فكانت هي تشالنجين، كانت هي فعليا عملية ممتعة وعملية صعبة. كم طولت؟ بس 70 دقيقة. هي بالعادة عملية المرارة تأخذ معنا للجراح المتمرس بين 20 ل 45 دقيقة في أكثر الأحوال بالعادة. نعم، بس هاي عملية كانت مميزة، عملية مفصلية، يعني عملية مستحيل راح نسمع عنها يمكن بالوقت القادم أو سابقا. اليوم شنو اللي يميز هذا المريض؟ هذا المريض بشكل عام اللي يميزه تحديدا هو عدم انقلاب الأعصاب. هاي كانت جدا نادرة. انوجدت في 10% من مرضى الكارتيجنر سيندروم. وعدم انقلاب الأعصاب ووجود الأحشاء هي في المكان المعاكس، هاي سببت لنا صعوبة في التشخيص في البداية. بس الحمد لله بالأجهزة اللي موجودة عندنا في المستشفى المتطورة والحالة الصحية تبعته هي اللي ساعدتنا كلياتها بتشخيص المريض، وربنا عنا على العملية. الحمد لله الحمد لله بصحة جيدة، ولحد امبارح كنا على اتصال كمان وممتاز، والحمد لله بفضل رب العباد الألم كلياته راح وهو هلا بتمتع بصحة جيدة الحمد أكيد لله. أكيد نتمنى بدورنا احنا الصحة والسلامة دائما يا رب. طيب اليوم دكتور خلينا نتحدث عن يعني العملية بالشكل الطبيعي، عن وظيفة المرارة في البداية. المرارة بشكل عام وظيفة التخزين، هي بتخزن وبتركز العصارة المرارية. هلأ شو وظيفة العصارة المرارية؟ هي مساعدة على التهضيم، بتكسر الدهون، بتساعدها على امتصاصها، وبتدخل في جوات الجسم على أساس أنه نستفيد من الدهون اللي بنأكلها إحنا باستمرار. هلأ المرارة بشكل عام دائما السؤال أنه طب أنا شلت المرارة، وبالنهاية يعني كتير مرضى بحاجة أنه يشيل المرارة، شو بصير بعدين؟ ما بتركز المرار بس ببساطة، وبصير عادة جسم يتأقلم على هالحكي هذا. نعم. طيب اليوم هل الأشخاص يعني احنا نشوفهم لما يصير عندهم التهاب المرارة يجيهم هذا الألم القاتل، ليش هذا الألم يكون من هذا المكان بالذات؟ وأنا دائما بمزح لأنه هاي دائما السؤال النساء بيسألوه، أنا دائما بحكي لهم أكيد زوجكم يعني.
بس هي فعليا الألم المرارة ما بيصير، أو مش ما بيصير، بالأغلب بيصير عند النساء وبالأعمار اللي فوق الأربعين سنة. صح. بيكون بشرة بيضاء، بيكون من النوع اللي بتحب الأكل الدسم باستمرار، بتلاقيها هي متزوجة وعندها أطفال كثير. هاي كلها من الصفات اللي بالعادة بتصطحب المرضى اللي بيشكوا من المرارة. هلأ إحنا بالعادة بنشخص مرضى أنه عندهم حصى في المرارة، صح. وهاي باستمرار بنسمعها. بيجيني مريض على العيادة بيحكي لي أنه أنا دكتور عندي حصى في المرارة، بدي أشيل المرارة. هل كل مريض عنده حصوة في المرارة لازم بيستدعي يشيلها؟ أنه يشيل؟ لا. ليش؟ لأنه إحنا بحدود 20% من الشعب، لا 25% حتى إذا بدك تقيس على الأردن، عنده حصى في المرارة، بعيش حياته بأكملها وما عنده أي مشاكل في المرارة. بس المقابل كم واحد منهم بشكي من المرارة؟ فقط 1-2% منهم هدول. فهل كل واحد عنده حصى في المرارة بحاجة لشيلها؟ لا، مش بحاجة للشيل، بس بحال أنه تطورت الأعراض، صار عنده أعراض، كلاتها بالعادة مصطحبة بعد الأكل الدسم، طبعا هو الأساس في الأوجاع تبعت مرضى المرارة، ساعتها بحاجة أنه نتدخل جراحيا لإزالة المرارة. طيب دكتور، ما تأثير إنه بعد ما نزيل المرارة شنو لازم نغير بحياتنا؟ هلا احنا بنطلب انه نغير الاكل، طبيعه الاكل، وها يعني بنسميها ام ابليس بالجنه. لانه يعني اكلنا كله دسم، صعب انك تحكي لواحد والله ما بدي اياك تاكل اكل دسم اليوم، او احنا الشعب الاردني يعني تخيل تحكي لواحد بديش اياك تاكل منسف، لا هاي هاي شبه صعبة هاي. استحاله. احنا بنطلب منه يحجز سرير مسبقا في المستشفى وياكل المنسف براحته. نعم، يعني أهم شيء بعد هذه العملية أن الواحد يغير نظام حياته، يغير طبيعة أكله. طيب بالنسبة للأشخاص يمكن اللي يعني يخافون من هيك عملية، يعني يقول لك ممكن تكون لها مضاعفات، هل أكو مضاعفات لهذه العملية وللحالة اللي اشتغلتها أنت، هذه الحالة النادرة أيضا، هل كانت لها مضاعفات؟ هلا الحالة كحالة لا، بفضل الله ما كان لها مضاعفات، الحمد بس لله. مزبوط حالات المرارة العمليات هاي لها مضاعفات، بس تكمن هي في طريقة العملية. احنا هلا العمليات اللي بالمنظار الحمد لله بفضل الله انه المريض بدخل الصبح بيروح في نفس اليوم صح. او في اليوم تالي. التالي. فبالمقابل ما عادت العمليات اللي كنا نسمع عنها قبل 20 سنة، قبل 30 سنة، هي بال 87 تحديدا تم اختراع المنظار، وتقريبا بال 91 تسجلت اول حالة للكارتيجنر انه انعملت بالمنظار. فالامور صارت ابسط بكثير، صار عندنا احنا خبره كجراحين كثير في هالمجال هذا، وصلت انه عندنا بحدود 50 سنه خبره في هالمجال هذا. فبالمقابل انه تطورت الامور لدرجه انه ما عاد المريض يشكي انه يضطر يقعد في المستشفى. كنا ايام زمان في الثمانينات في السبعينات انه يقعد المريض تقريبا 3-4 ايام في المستشفى، هلا ممكن يعملها الصبح يروح في نفس اليوم او خلال ساعات من اجراء العمليه. فتطورت الامور، ما عاد المريض بحاجه انه يضل خايف من المضاعفات. مضاعفات بالعاده بعد العمليه بسيطه، اوجاع كتف، اوجاع في الحلق، اوجاع في راس المعده، اوجاع محل الثقوب اللي احنا بنعملها في البطن، هاي كلها شيء طبيعي انه نتوقعها من بعد العمليه. طبعا في المضاعفات اللي ممكن تصير عند اي جراح اللي هو زياده الاصفرار في الجسم لعده اسباب. اللي نعرفها دائما ومتعودين طبعا. شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المعلومات، واكيد كل التوفيق لك في مسيرتك الطبيه، واكيد تحياتنا كذلك للشخص اللي كان يعاني من هذه الحاله النادره، ونتمنى له الصحه والسلامه. شكرا لكم وشكرا على استضافتي، وتحياتي لقناه دجله، وشكرا. اهلا وسهلا بك، نورتنا.